بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في الجزء الثاني هنتكلم على برنامج البلاست او البيزك لوكال الاينمنت سيرش تول، ده اختصار كلمه بلاست. وطبعا زي ما احنا شايفين من الاسم انه بيعتمد على اللوكال الاينمنت تول، وبالتالي فهو طبعا هو الجوريزم تقريبي، وطبعا ده بيدور على سيكونس معين داخل الداتابيز. يعني هو بيحاول يدور على افضل التتابع مشابه للتتابع بتاعك جوه داتابيز او قاعده بيانات من التتابعات، وده طبعا بيدور على اكثر التتابعات تشابها داخل قاعده البيانات، ويبدا يرتب هذه التتابعات اللي لقاها بترتيب بطريقه طبعا احصائيه، يعني بيعتمد على حاجه بيسموها statistical interpretation. يعني ليه التتابع ده هو الاكثر قربا من التتابع اللي بعده والتتابع اللي بعده وهكذا. وزي ما احنا عارفين ان ده او البلاس بيستخدم الالجوريزم ده سواء كان ده بنتكلم على دي ان اي سيكونس او بنتكلم على بروتين سيكونس، فهو بيمشي في الحالتين، وطبعا بيستخدم في الحالتين، وهو من البرامج الشهيره جدا زي ما قلنا بيعتمد على اللوكال الاينمنت. كل القصه التتابع اللي انت بتعطيه الداتا بيز بيسمى الكويري سيكونس. يبقى الكويري سيكونس هو ده التتابع اللي انت بتدخله جوه البلاست او بتستخدم برنامج البلاست عشان خاطر يدور على التتابع اللي شبهه. التتابع اللي بيلاقيه او التتابعات اللي بيلاقيها شبهه بتسميها الهيتس او الماتشز. الهيتس او الماتشز دي التتابعات التي توجد داخل قاعده البيانات التي تشابه التتابع اللي انت بتبحث عنه. اما قاعده البيانات اللي انت بتدور داخلها بتسمى التارجت داتابيز. التلات مصطلحات دول مهمه جدا او مهمين جدا، اللي هو الكويري سيكونس الداتا التابع اللي انا ده بدور بيه او بدور على التتابعات المشابهه ليه. التتابعات بقى اللي انا بلاقيها مشابهه للتتابع بتاعي دي بنسميها الهيتس او الماتشز. اما التتابع اما قاعده البيانات اللي انا بدور داخلها دي بسميها التارجت داتابيز. دي طبعا مصطلحات مهمة جدا عشان نقدر ان احنا نتعرف او نحاول نفهم بلاست بيشتغل ازاي او نفهم النتائج بتاعته، بعد كده هنفهم تفسيرها. طبعا البلاست الميزة فيه او الشيء الجديد في البلاست بيعتمد على حاجة اسمها neighborhood words. يعني هو مش بيدور على exact match زي ما احنا بنسميها، يعني بيدورش على الكلمة بالضبط او على الwords بالضبط، ولكن بيدور على ما يسمى تي. ده مصطلح جديد، تي معناها اللي هو السكور اللي ممكن يقبل ان احنا نقول ان الكلمه دي مشابهه للكلمه دي او الجزء ده مشابه للكلمه دي. يعني السبستيتيوشن ماتريكس بتاعته بتدور على يعني الورد سايز مثلا اللي هي وليكن ثلاث حروف، ممكن يكون الثلاثه مش مشابهين تماما، مش اكزاكتلي مشابهين للثلاثه التانيين، ولكن ممكن اثنين منهم يكونوا مشابهين. فاحنا بناء على سكور معين بنحسبه بنحسب اقل او الحد الادنى للتشابه ما بين تو ووردز سواء في البروتين او في الدي ان اي، وده اللي احنا بنسميناه تي. ده الحد الادنى من السكور اللي يمكن قبوله عشان نقول ان الورد دي او الكلمه دي في البروتين مشابهه للكلمه دي، او سيكونس ده في البروتين مشابه للسيكونس ده في الدي ان اي، بدون ما ان احنا نفقد السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعه البرنامج. دي الجديد فيها. فبالتالي لما بلاقي وورد سايز يعني كلمه من ثلاث حروف مشابهه لكلمه من ثلاث حروف، ممكن لو انا في اثنين من الثلاثه متشابهين ومعديين التريش هولد اللي بسميه تي، في الحاله دي بتتقبل برضو. يبقى اول حاجه عشان ابدا الشغل او البرنامج بيشتغل ان هو يبدا يعمل حاجه اسمها ليست اوف ووردز، ان هو يقسم السيكونس بتاعي الى ووردز او مقاطع، ثم ده اللي بنسميه الكويري سيكونس. وبعد كده يعني يمسك كويري اللي احنا بندور عليه، بندور على اللي زيه، ويقسمه الى ليست اوف ووردز. كل ووردز زي ما قلنا بالنسبه للدي ان اي 11، اما بالنسبه للبروتين 3. يعني الورد بقى اللي هو بيدور عليها دي او الكلمه دي في البروتين بتبقى عباره عن 3 ريزيدوز، يعني 3 احماض امينيه، اما في الدي ان اي بيبقوا 11 نيوكليوتايدز. فدول دي حجم او دي اللي بنسميها الورد سايز. زي كده لو احنا مثلا عندي لو بدور على مصطلح اللي هو افريكانايزد، فلو انا بدور على بقسمهم ثلاثات، بعد كده ببدا ادور على كل ثلاثه مع بعض. فليكن مثلا لو انا بدور على الكويري بتاعي او الجزء اللي انا بدور عليه هو كان اللي هو سي اي ان،
سي ان، لما انا اجي ادور كده الاقي ان هو في اكتر، في ادور على اللي شبهه فين السي ان اللي هم 3 حروف في البروتين، فلاقي ان في هنا في فعلا كلمه كان بعد كده كان هنا، فبيبدا لما يدور في الكويري في الداتابيز هيلاقي كان موجوده، وبيبدا يديها سكور حسب السكورنج بلوسم 62 زي ما احنا قلنا في البروتين دي الماتريكس اللي بتستخدم، فبيديها السكور 18. يعني لما لقى السي مع السي اداها 6، الاي مع الاي اداها 6، الان مع الان اداها 6. نيجي بقى هنا في الاولاني هنا بلاقي ايه السي مع السي اللي هو كان مع سي تي ان اللي احنا شايفينها، هلاقي اداها 12، ولكن هل مقبوله ال 12 دي تعتبر انه لقى فعلا حاجه مشابهه؟ اذا كانت التريش هولد اقل اعلى من 12 ما فيهوش مشكله يبقى دي مقبوله مثلا، اللي هو بيسميها تي. طبعا احنا طبعا دي كان مصطلح ده زي ما قلنا في البلاس شيء جديد، فهو لقى مثلا انه هنا في الاثنين دولت لقى السي والان بس ما لقاش التي، ما لقاش الاي زي ما شايفين هي مختلفه هنا ايه وهنا في، اللي هو في الاولانيه دي. في الثانيه لقى 3 زي بعض في الدار 18، في اللي بعد كده في الثالثه ادها 6 لانه لقى واحده بس، في الرقم 4 ادى بس 12 لانه لقى 2، في الرقم 5 لقى بس واحده فادها 6 وهكذا. فبيدي سكور بناء على كام واحده جوه الوورد لقاها، ففي وورد ممكن ماتشز ياخد 18 من 18، في حاجات تاخد 12 من 18، في حاجات تاخد 6 من 18، لكن ايه التريش هولد اللي ممكن اقبل عليه؟ ده طبعا بيختلف زي ما قلنا حسب الماتريكس بتاعتنا. يعني هنشوف مثلا مثال زي ده اكبر شويه. طبعا اول حاجه زي ما قلنا ان احنا بيدور على افضل ماتش ما بين الاثنين سيكونس، يعني بين السيكونس والسيكونس الثاني بيدور على افضل ماتش ما بين الوردز يعني. فلو هو بيدور بعد كده بيبدا الالاينمنت يزداد بعد كده زي ما احنا شرحنا قبل كده، ان هو بيبدا الاول ادي الكويري بتاعي اللي هو السيكونس اللي بيدور عليه هو اللي بيبقى في التوب، والكويري اللي بعد كده اللي هو اللي لقاه بيبدا الاول من لقى افضل ماتش لقاه فين؟ لقاه هنا في النص اللي هو المربع الاحمر ده، ده افضل ماتش لقاه. يبدا بعد كده يبدا يعمل اكستنشن بقى يتجه ناحيه اليمين والشمال، يعني هو بيبدا من افضل وورد لقاها في السيكونس بتاعه مع السيكونس الثاني اللي هو بيقارن بيه، وافضل وورد لقاها يبدا وخد سكور عالي يبدا يتحرك يمينا وشمالا عشان خاطر يزود. فهو لقى افريكانايز اللي هو السي اي ان اللي لقاها في النص دي اللي حواليها البوكس دي، بيبدا بعد كده يعمل اكستنشن يحط الى الاي مشابهه، وبعدين لقى هنا في اختلاف في الاي اس والتي، بعد كده الاي مشابهه، وبعد كده دي مع دي. لما جاي يدور زي ما انتم شفتوا هتلاقي ايه؟ اول حاجه الاي مع الاي دي واخده 5 من 5، الاف مع الجي مختلفه بس واخده -5، مظبوط؟ ليه واخده -5؟ لان دول حمضين امنيين مختلفين تماما في الخواص، فبالتالي الاختلاف بتاعهم ادى سكور بالماينس عالي. اما نخش على الار والاي والسي والاي والان، كل دول متشابهين مع بعض زي ما شايفين، فكلهم واخدين سكور عالي، ومستمر السكور عالي لغايه ما وصل لغايه الاس والتي. هنبص نلاقي الاس والتي ما ادهاش ماينس، ليه؟ لان الاس والتي اللي هو سيرين وسيرونين هم متشابهين في الخواص، وبالتالي اللي هم نوت ايدنتيكال يعني مش متطابقين ولكن سيميلر، يعني مش غير متطابقين ولكن متشابهين في الخواص، فبالتالي اداها سكور موجب بالموجب ولكن مش السكور النهائي لانهم برضو مش ايدنتيكال. اما في الاف والجي هم مش ايدنتيكال ومش سيميلر، عشان كده اداها سكور منخفض. فعشان كده نبقى حريصين او نفهم ان مش مجرد ان الحمض الاميني مختلف عن الحمض الاميني الاخر ان انا ياخد ماينس، لا ده ممكن ياخد سكور اقل لكن بالموجب لانه هو متشابه معاه في صفاته. الكلام ده بس في الاحماض الامينيه او في الحاله بتاعه البروتين، وبالتالي احنا بندور على حاجه بنسميها الهاي سكورينج بيرز، الهاي سكورينج بير او افضل سكور ممكن يكون بين اتنين. طبعا هنا في الحاله دي بنلاقي ان التو سيكونس دولت السكور بتاعهم هو 42، ده افضل سكور بير بالنسبه لهم. طيب عشان افضل اعمل بقى اكستنشن واكمل على السكور اللي انا عمل، لازم يكون في تريش هولد معينه، او يعني يكون في حد ادنى. في حاله البروتين الحد الادنى هو 22، لو انا لسه 22 ما نزلش السكور بتاعي عن 22 ببدا اكمل وازود واعمل ادور اعمل اكستنشن زياده وهكذا. لو الدي ان ايه 20
اما لو حصل دروب عن ال 22 في حاله البروتين او في حاله او 20 في حاله الدي ان ايه، فانا ببدا اقف بكملش اكستنشن ومقارنه ما بين التتابعين اللي هما سواء باتنين بروتين او اتنين دي ان ايه. يبقى في تريش هولد او في حد ادنى عشان اقدر ان انا اكمل من بعده المقارنه ما بين التتابعين. طبعا عندي انواع كثيره من البلاست، وده من الحاجات الجميله جدا وكل واحد فيهم له استخدام. طبعا البلاست بيستخدم يا اما في المقارنه ما بين تتابع من الدي ان ايه في قاعده بيانات الدي ان ايه بقارن بيها، ودي في الحاله دي بنسميه بلاست ان. لو كنت بستخدم في حاله البروتين، لو عندي بروتين بدور على البروتين بروتينات مشابهه ليه في قاعده بيانات بروتينات، دي بسميها بلاست بي. اما لو كنت عندي دي ان ايه وبدور على جوه تتابعات او قاعده بيانات خاصه بتتابعات البروتين، دي بنسميه البلاست اكس. وده طبعا مهم جدا لو انا بدور على وظيفه او بروتين خاص بالدي ان ايه ده، يعني عندي جين عايز اكتشف الوظيفه بتاعته ايه، او البروجين ده بيطلع بروتين شكله ايه، فده بقارن عندي الدي ان ايه وبقارنه بقاعده بيانات الخاصه بالبروتينات، ودي بنسميه البلاست اكس. التي بلاست ان ده لو انا عندي بروتين كويري، يعني الكويري بتاعي هو او اللي بدور عليه هو بروتين وبدور عليه في قاعده بيانات خاصه بالنيوكليوتايد. وده طبعا لو انا عندي بروتين وعايز ادور على الجين اللي بينتجه، ده طبعا في الحاله دي بستخدم التي بلاست ان عكس البلاست اكس على طول. اما في التي بلاست اكس بقى دوت عباره عن ترانسليت، ده بيعمل ترانسليشن. لو انا عندي دي ان ايه كويري، يعني دي ان ايه كويري وداتا بيز بتاع دي ان ايه، بياخد الدي ان ايه وداتا بيز بتاع الدي ان ايه ويترجمهم الى بروتينات، يعني بيحولهم الى بروتين ويعمل كومبيرنج للبروتين سيكونس، يعني بيعمل عمليه صعبه جدا. بياخد الدي ان ايه والقاعده بيانات الخاصه بالدي ان ايه السيكونس بتاعك والقاعده الخاصه بيه، ويبدا يدور على تتابع البروتيني اللي ممكن او التتابعات البروتينيه اللي منطبقه او ممكن تكون متشابهه معهم. ده اسمه تي بلس اكس. لكن بشكل عام اذا كنت بتبحث عن بروتين واحد في قاعده بيانات بروتينات، او تبحث عن جين في قاعده بيانات الدي ان ايه، او ممكن تبحث عن بروتين في قاعده بيانات الدي ان ايه والعكس، ده كله متاح ليك. وفي اكتر ما بيسموها بلاست فليفرز، فبالتالي دي عباره عن نكهات مختلفه للبلاست. في الجزء القادم باذن الله هنتكلم على انواع بقى قواعد البيانات اللي ممكن نستخدمها، او كيف نختار بعد ما اخترنا الفليفرز بتاعت البلاست كيف نختار قاعده البيانات المناسبه لنا في البحث.